السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة نطل من خلالها عبر برنامج خليك في البيت على الهواء مباشرة عبر فضائية الشروق. أهلا ومرحبا بكم. خليك في البيت غرفة للكورونا، فيها كل المستجدات والأرقام الجديدة، وفيها تناول من كل الاتجاهات والمجالات المختلفة، عندها رابط مباشر مع جائحة الكورونا. ولكن في البدء لابد أنه نعزي أنفسنا ونعزي كل المشاهدين في كل مكان في وفاة الزميل والأستاذ والهرم الإعلامي الأستاذ ماجد لياي. وفاته كانت بالأمس بعد معاناة مع مرض السرطان. عمل الفقيد في عدة وسائل إعلام سودانية، منها التلفزيون القومي والإذاعة السودانية وإذاعة القوات المسلحة وإذاعة جامعة السودان المفتوحة، وتم تعيينه مؤخرا مديرا لفضائية الخرطوم. بدأ الرحلة أو بدأ الراحل العمل الإعلامي بمسقط رأسه بمدينة كسلة، وعمل بإذاعة كسلة قبل أن ينتقل إلى العاصمة الخرطوم. ربنا يرحمه ويتقبله القبول الحسن، والحزن كبير والفقد كبير، وكل الإعلاميين في الوسط عزوا نعم الأستاذ والهرم الإعلامي الكبير الأستاذ ماجد لياي. حنجرة مختلفة وصوت مختلف وأداء لا يعلى عليه، وربنا يتقبل إن شاء الله القبول الحسن في هذا الشهر الكريم، ويجعله إن شاء الله من أصحاب اليمين، وإن شاء الله يصبر أسرته وكل أهله بإذن الله. نبدأ حديثنا عن الكورونا اليوم، وبعد ختام حلقتنا بالأمس الأربعاء كان لسه تقرير وزارة الصحة الاتحادية ما ظهر. من بعدها ظهرت حالات اللي هي 74 حالة، ده ليوم الأربعاء الموافق 6 مايو. 74 حالة، منها 60 حالة في الخرطوم، والقضاري فيها 4 حالات، سنار 4 حالات، الجزيرة فيها 3 حالات، والشمالية حالتين، النيل الأبيض حالة واحدة. الوفيات كانت حالة واحدة في ولاية الشمالية من ضمن الحالات المعلنة اليوم اللي هي كانت من 74 يعني، وثلاثة وفيات في ولاية الخرطوم من ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقا، كان منهم 3 حالات وفاة. بكده بيرتفع عدد المصابين بالكورونا في السودان لرقم 852 حالة، متضمنة 49 حالة وفاة، و80 هم من المتعافين. 14 ولاية من ضمن 18 ولاية كان عندهم الإصابات. أغلب الولايات وصلتها الإصابات بالكورونا. في ناس للآن ما مستوعب الفكرة أو المشكلة، أو إنها هي مفروض تقوم بتدور عشان تحمي نفسها وتحمي كل الأفراد والمواطنين. الحياة للأسف بدأت ترجع يعني شبه طبيعية. لأي شخص حيمد راسه كده بره بيته حيلاحظ الحاجة دي، خصوصا اليوم ما عارفة حسبوا يا رب 20 يوم ولقوا إنها انتهت ولا القصة شنو، لأنه يوميا 70 80 100 حالة، دي أرقام كبيرة رغم 852 حالة مصابة دي المؤكدين. حنشوف مع محمد فتح الرحمن من وزارة الصحة الولائية اليوم، حيورينا عدد السراير، عدد الغرف الموفرة للمصابين، نشوف نحسبها نشوف هي كم، ونشوف عدد المصابين كم، ونشوف النقص. ووزير الصحة أيضا دكتور أكرم طلع الأسبوع الماضي ووضح، قال إنه قدامنا أسبوعين والأدوية اللي معانا هي حتخلص. الأدوية اللي هي شنو؟ البنادول، يعني البنادول ذاته ما حيتلقي، والدربات ذاته حيكون فيها مشكلة، أجهزة التنفس ما فيها نقاش فيها مشكلة، وكل الناس عارفينها إذا كانوا قريبين من الحقل الطبي أو حتى بعيدين منه. نحن في مشكلة حقيقية. ممكن الرقم يكون بسيط 852 لبعض الدول الأخرى، ولكن إمكانياتنا نحن ما بتستحمل حتى الرقم ده، أو إنه نحن نزيد عليه. عندنا شو جاهزة على الشاي؟ دكتور طيب نحن حنمشي ونشوف واحدة من المبادرات المهمة اللي قدمت، وهي تكون مضرب مثل لكثير من الولايات المختلفة ولكثير أيضا من المحليات. حنمشي للحصحيصة، وحيكون معي إن شاء الله عبر الهاتف دكتور مهدي عيسى إبراهيم، اختصاصي نساء وتوليد، رئيس اللجنة الطبية بمستشفى الحصحيصة، وعضو مبادرة مجابهة الكورونا بمحلية الحصحيصة. دكتور مهدي مرحبا بك، رمضان كريم عليك. الله اكرم. ان شاء الله في هذا الشهر الفضيل، بنهايه هذا الشهر الفضيل ان شاء الله نحتفل
الغداء على الكرم باذن الله. ان شاء الله يا رب. اولا انا اشكر كثير جدا على الشروق لزوجها الجديد الرشيد. وهذه مبادره مجتمعيه لكل ابناء الحصحيصه. دعما للجهد الرسمي لدحض وباء الكورونا. وهذه المبادرة تنادى بها أخوة أعزاء في أحد جروبات الوصاف في حصحيصة درة المدائن، وأنهم أخذوا بزمام المبادرة وحطينا محاور العمل في ثلاثة نقاط تقريبا. التوعية المجتمعية بمخاطر الوباء وسبل الوقاية، وهنا نسمي دور الشباب، انا بعدين بيجي للنقطة دي. ايوه. توفير المعينات للكوادر العاملة اللي هي الطبية في المكافحة، وتوفير مراكز العدل المجهزة بالوسائل العلمية المعروفة، وتوفير المال اللازم. هذه المبادرة عمرها أقل من أسبوع، وجدت إقبال منقطع النظير من كل أبناء العصائر. ايوه. في دول النيجر وفي داخل السودان. وتكونت لجان، وهذه اللجان هي اربع خمسه لجان، وتشتغل كلها في تناغم، و يعني تناغم تام. أيوة. وانا شخصيا وشخص الضعيف مسؤول عن اللجنه الطبيه اللي هي تقريبا دي راس الرمش في طيب يا دكتور، يعني وضحت لنا الفكره اللي هي لا اسبوع. الهدف شنو؟ اللي هو زي ما ذكرت توفير مراكز العزل وتوفير الادويه وكل الاحتياجات المهمه. نعم. للمصابين المتوقعين. الحصحيصه ما فيها حاله للان؟ مش الحصحيصه الحمد لله ما فيها لغايه اللحظه. محليه الحصحيصه فيها اصابتين في اصابتين تقريبا شوفوا، يعني ما في وفيات. دي محليه الحصحيصه. طيب ذكرت انه في اقبال كبير لكل ابناء الحصحيصه الموجودين فيها وخارج الحصحيصه وحتى خارج السودان، منهم اعلاميين معروفين حتى يعني لكل الوسط الاعلامي، الاستاذ الشاعر ازهري محمد علي، والاعلامي الاستاذ معتصم محمد الحسن، الفنانه حرم النور، والفنانه ايضا نصاف مدني، كلهم مشاركين ومؤمنين جدا بالمبادره دي. يا ريت تكلمنا عن الجزئية دي وعن اهتمامهم ومتابعتهم لفكرة المبادرة. هم أنا حسب علمي طبعا. أنا لأن مفروض من الجانب الطبي، لكن حسب علمي أنه في لجنة يعني مهتمة بالجانب الإعلامي كلهم، وواضح لك الأخ الكريم سعد. أيوه. سعد الماهي. سعد الماهي والأخت وفاء معروف. وبعض الاعلاميين لا اذكرهم، لكن في لجنه وهي حتعمل شغل اعلامي يصب في مصلحه هذه. يعني في هيكله في المبادره اللي هو في الجانب الطبي والجانب الاعلامي. نعم. في اللجان كلها شغاله، في عندها لجنه تنسيقيه شغاله كخليه النحل. شغل منظم جميل. حضرت لهم اجتماع وطلعوا بقرارات كويسه جدا كلها تصب في مصلحه مبادرة. جميل. مركز عزل او هي مراكز عزل، يعني شنو الحابين او ممكن تجهزوه في المرحله المقبله؟ اولا احنا وصلتنا الحمد لله معينات يعني معقوله جدا. فيها طبعا معقمات، وفيها اللبس البي بي اللبس الواغي، وفيها المنصه للتعقيم، وده كل الحاجات دي بتكون جاهزه خلال اليوم او يعني يومين. والشغل حيكون ماشي بانسياب. وانا هنا برضه بسمي دور مجلس محليه الحصحيصه. نعم. الاخ الضابط التنفيذي ونوابه، والاخ مدير شرطه الحصحيصه. نعم. طيب مكان لمركز العزل موجود حاليا في الحصحيصه يا دكتور؟ يعني الحالتين ظهروا. أيوة. في لجنه. ايوه. ايوه في مركز الليله، في لجنه مشت تجديد عليه عشان تهيئوا. ان شاء الله ما في مشكله، يعني ان شاء الله الليله او بكره بالكثير المركز ده جاهز لاستقبال الحالات
اللي فيها اشتباك، يعني بعد ما بيمر بمراحل، طبعا في مراحل بتاعت فرز بيجي في المستشفى عندنا، يعني التيم كله الطبي موحد، الاطباء وفي اختصاصي امراض صدر الاخ الدكتور سامع عبد المجيد، ومعاه كل الطاقم بتاعه وبقيه الاخصائيين في المستشفى، ومجهزين المستشفى بطريقه يعني علميه، انه تفرز المريض، تيجي المريض الجراحه بيمشي باسم الجراحه، الشك في انه عنده اعراض بتاعت جهاز تنفسي بيمشي هناك بيعمل له سورتنج اوت او حاجه او يغير الحاله بعد ذلك، لغايه ما لما تكون في حاله فيها اشتباه بنوديها مركز العزل. بعد ذلك بيجوا كادر واهل ومدرب لاخذ العينه. لما ياخذوا العينه يكون المريض معاه في مركز العزل، لما ياخذوا العينه حتمشي على الولايه اللي هو المعمل الغوصي، المعمل الولايه اللي هو بدا من الفحص. وبعد ذلك تجد تيست بوزيتيف حنحولها مدني، لانه هناك المركز الرئيسي. لو بقت سلبيه بعد ذلك حتمشي تاخذ العلاج. نعم. طيب دكتور، يعني في مساحه برضه للمناشده لكل ابناء الحصحيصه، من خلالك نوجه لهم رساله. والله انا حقيقه هذه المبادره ما تمت اسبوع لغايه اللحظه، لكن التفاعل الذي حصل يفوق الوصف، وشيء مطمئن جدا. يعني حتى نحن ويعني جاتنا معينات من جهات، يعني انا حابة اذكرها اللي هي رابطه اطباء السودان، منظمه صدقات، شركه الهدف، منظمه شباب من اجل التغيير والتنميه، منظومه الصناعات الدفاعيه. ديت جابوا لنا معينات يعني ممكن يعني تغطي لفتره معقوله جدا، ونتوقع المزيد. يعني لسه عندنا برضو في تبرعات يعني عينيه وماديه، ودي عندها لجنه ماليه بتحصل فيها على اساس كل النواقص والمعينات يتم من اللجنه، من اللجنه الماليه. نعم. كل اللجان شغاله بتنازل يعني. نعم. واضح التنسيق والمجهود الكبير اللي بتقوموا به دكتور مهدي من خلال حديثك والتنوير اللي وضحته لنا من خلال برنامج خليك في البيت. انا بشكرك جدا، وان شاء الله بتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله الحالتين ما يزيدوا باذن الله في الحصحيصه. شكرا جزيلا. ان شاء الله. انا اشكر هنات الشروق زي ما ذكرتها، اللي هي في جوبها الغشيد زي ما ذكرتها الاخ معطفي، طبعا معطفي ده يعني ابننا، وهو برضه في اللجنه الاعلاميه. ونشكركم كثير، لانه دي ذاتها بتدي يعني اعلام ومزيد من تسليط الضوء على هذه المبادره الفتيه. صحيح. نحن والله يعني معنوياتنا عاليه جدا، لانه زي ما قلت لك التفاعل فاق التصور. يعني هذه يعني المبادره دي ما تمت اسبوع في المعاشره. ما تمت اسبوع، يعني ما انجز خلال هذه في اقل من اسبوع، يعني شيء يعني لقيت تعاون كبير مع الفكره. أيوة. نعم. أيوة. ان شاء الله بالتوفيق. ونحن في الحقيقه نحن نشكر كل يعني من اسهم جهدا وماما وعينا لهذه المبادره. ان شاء الله. شكرا لك دكتور مهدي عيسى ابراهيم، اختصاص النساء وتوليد، ورئيس اللجنه الطبيه مستشفى الحصحيصه، وعضو مبادره مجابهه الكورونا بمحليه الحصحيصه. الفكره من المبادره انه دي رسائل لكل المحليات، لكل الولايات، لكل حتى على مستوى الاحياء الصغيره الموجوده، اذا كان في بحري ولا خرطوم او درمان او حتى في الولايات المختلفه. انت ما شرط انك لازم تنتظر الجهات المسؤوله انها هي تجهز لك مستشفى، تجهز لك أدوية، توفر لك المعقمات، توفر لك الكمامات، الجوانتات وغيره. انت ممكن بجهد، يعني هو ذكر انه اسبوع واحد، ولكن الاقبال كان كبير جدا من ابناء الحصحيصه. لو كل مكان، كل محليه، وكل حي اتضافرت جهود بالمستوى الكبير اللي احنا شفناه دي، شبابنا بيحبوا العمل التطوعي جدا، شفناهم في منظمات كثيره جدا وفي اوقات صعبه خالص يعني مرت علينا في السودان، لقيناهم هم دائما موجودين في الخط الاول.
الآن هم ممكن الناس تطلع من دائرة الطاقة السلبية وتدخل في طاقة إيجابية وتحول الوضع اللي هي فيه والآن لفكرة ولمبادرة ولعمل طوعي تقدم من خلاله الكثير للأسر ولأبناء الحي ولأبناء المنطقة. العمل قام متأخر ولكن يعني قبل أسبوع، فترة هي قريبة، ولكن المؤسسية في العمل أيضا وفي المبادرة وفي العمل الطوعي ده واضحة جدا. كل لجنة عندها ناسا وعندها أفكار وعندها أهداف وعندها طريقة الماشبيو، يعني الإعلامية وفاء معروف، شخصية أيضا معروفة، أستاذ معتصم محمد الحسن، يعني كلهم بيقوموا بدور مهم. لو كل واحد فكر في أنه يقدر كيف يقدم الخير لغيره. حنتقل من الحصحيصة لولاية نهر النيل، وحنتقل للزميل المراسل عصام الحكيم. مرحبا بك يا عصام، رمضان كريم عليك. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناة الشروق، ونأمل أن تنجلي هذه الجائحة ويعود الوطن بعافية ويعود الشعب السوداني بأكثر عنفوان وأكثر قوة لتحمل هذه الأزمات التي أحاطت بهذا الوطن في هذه الظروف. اللهم امين يا رب. عصام، كلمنا عن الاجراءات الوقائيه من الجهات المسؤوله اولا، وبعد كده كلمنا لو تابعت مكالمتنا مع دكتور مهدي من الحصحيصه، عندهم مبادره مهمه جدا لابناء المنطقه. كلمنا عن الجهتين، جهات مسؤوله وابناء المنطقه، وتعاونهم لدحر جائحه الكورونا. طيب، الافضل اولا اطلع على اخر تداعيات الوضع الخاصة بجائحة كورونا في ولاية نهر النيل. نهر النيل يمكن حتى الآن يعني من قبل أكثر من 100 ساعة لم تسجل حالة إصابة في الكورونا بحمد الله تعالى. فقط هي حالة اشتباه واحدة التي سجلت بولاية نهر النيل خلال 100 ساعة الماضية. مجمل الحالات التي أرسلت بإصابة كورونا المستجد هي 5 حالات، 3 منها كانت من نصيب محلية أبو حمد وتحديدا من المعدنين، وإصابتين فقط سجلت في محلية شندي. هذه الخمس إصابات يعني احتسبت منها الولاية وفاتين، وتبقت الآن 3 حالات مركز العزل في مدينة عبرة في حي الفردوس ضمن أكاديمية العلوم الصحية، وهي تتلقى الآن العناية والمتابعة الصحية والطبية المستمرة. واحدة من هذه الحالات حسب افادات اداره الصحه بالولايه يعني تماثل الى الشفاء، وتمضي الخطوات وتمضي الجهود من قبل الجيش الابيض والكوادر الصحيه في استشفاء الحالتين الاخرتين. مجمل العدد التراكمي لحالات الاشتباه في ولايه نهر النيل منذ الجائحه حتى الان هي بلغت حقيقه 21 حاله اشتباه. التجهيزات في العامه بالنسبه للولايه فيما يتعلق بمراكز العزل هي 4 مراكز تتوزع على ولايه نهر النيل، في محلية شندي، في محلية الثامر. 4 مراكز ولا شو يا عصام؟ 4 مراكز بي. ايوه. 4 مراكز بي، مراكز العزل بي. ايوه. هي 4 في شندي وفي الثامر وفي عبره وفي محلية ابو حمد اقصى شمال الولاية. لكن اذا تحدثت عن مركز العزل A وهو المركز المجهز والمعد لاستقبال الحالات الاصابة المؤكدة بالكورونا، هو مركز وحيد كما اشرت وفي محلية عبره في مبنى أكاديمية العلوم الصحية. يمكن هذا المركز للعلم فقط هو مركز مزود بغرفة عناية مكثفة وبه جهازين للتنفس الاصطناعي. المركز أيضا به 24 سرير من بينها 5 أسرة للعناية البسيطة. ذي تأكيدات حول أو مؤشرات حول الوضع الصحي بولاية نهر النيل. الترتيبات التي مضت فيها حقيقة يعني وزارة الصحة والسكان أو دائرة الصحة والسكان عبر لجنة القواري الولائية وكذلك مجلس الصحة الولاية وحكومة الولاية هي يعني تجهيزات سارت على قدم وساق بالتنسيق والترتيب مع وزارة الصحة الاتحادية فيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بالولاية بالتدابير الافتراضية العلاجية، كلها يعني صارت على قدم وساق. كما أشرت ولاية نهر النيل يعتبر حسب إفادة وزارة الصحة والسكان الوضع فيها مستقر إلى حد كبير يعني، ولم يحدث فيها انتشار مجتمعي على نحو الذي حدث في ولايه الخرطوم وبعض ولايات السودان الاخرى. لم نصل حتى الان الحمد لله تعالى الى مرحله الانفجار الوبائي، ونامل ان تستمر الاوضاع الى هكذا منوال الى الحصار التام. المبادرات المجتمعيه سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص او حتى في منظمات المجتمع المدني هي تعددت وتواترت منذ الجائحه حتى الان.
منظمات المجتمع المدني، تنظيمات الشبابية، لجان المقاومة، كلها تسابقت حقيقة في إطلاق مبادرات على المستوى القائد وعلى المستوى الولائي، مبادرات أفقية على مستوى الحلال، على مستوى القرى والمناطق، وأيضا على مستوى مراكز الحضرية فيما يتعلق بالأسواق العامة في المؤسسات الخدمة العامة. كلها يعني كان هدفها في البدء بالتعريف التفصيل والتشخيص الصحي بفيروس كورونا المستجد، وكذلك أيضا لكيفية الوقاية منه. مبادرات هذه المؤسسات والمنظمات توزيع معقمات في مختلف المواقع، التوجيهات المتعلقه بالتوظيف اليومي للاجانب حسب ما ورد في الجهات الاخرى. ايضا مبادرات شكلت اسناد دعم كبير جدا لقطاع الصحه والسكان وكذلك لجنه الطوارئ الولائيه من خلال تسليم عدد من الاجهزه والمعينات والالبسه الواقيه. اخر هذه المبادرات يعني كانت مبادره كبيره جدا نشرت للقليل والخرطوم من قبل المملكه العربيه السعوديه ممثله في سفاره خادم الحرمين الشريفين بسودان الخرطوم، تسلمتها الان حكومه ولايه الخليل مناصفه مع حكومه الولايه الشماليه، هي تحوي حقيقه عدد كبير جدا من الاجهزه والمعدات والماسحه الحراريه والالبسه الواقيه. بالتاكيد هذا ستشكل يعني دفعه كبيره جدا لجهود وزاره الصحه في الولايه بمجابهه جائحه كورونا. ايضا مجموعه الدلاله الغذائيه عبر الموظفين الان سلمت وزاره الصحه قبل قليل، وايضا عدد من الالبسه الواقيه والمواد الغذائيه التي تعين حقيقه مرضى مركز العزل، سواء كان مراكز العزل المنتشره على المحليات الارضية حتى في مركز العزل الرئيسي في محليه عبدره. نتوقع ان تتصاعد هذه المبادرات لكن في الاطار المتعلق بقانون الطوارئ وتدعيم قانون الطوارئ وحظر التجوال والحد من الحركه والتنقل بين محليات الولايه. لعلكم تابعتم حقيقه القرارات التي صدرت على المستوى المركزي، فنزلت هي على مستوى ولايه نهر النيل من خلال مجلس حكومه الولايه ووزاره الصحه والسكان ولجنه الطوارئ الولائيه، تمثلت حقيقه في تفعيل هذا القانون بمنع وحظر التجوال بين المدن في الساعات الليليه، اي منذ السادسه مساء وحتى السادسه صباحا. هناك التزام نسبي الى حد كبير بهذه الموجهات بقانون الطوارئ. صحيح قد تكون هناك بعض التقلصات وبعض الفروقات لكنها مقدور عليها. الخطر الاكبر الذي يهدد ولايه نهر النيل هو كيفيه فقر المنازل المتعلقه بالحدود المصريه وكذلك الحدود المتعلقه بين محليه ابو حمود، وهي محليه كما اشرنا واعلنا وذكرنا مرارا وتكرارا انها تحوي ما يقارب المليون معدل، وبالتالي انتقال المعدلين من الحدود المصريه او حتى من العمق المصري الى الحدود المصريه الى محليه ابو حمود الى داخل مدن ولايه نهر النيل ويمثل هدف كبير مهدد امني وصحي كبير جدا للولايه، وبالتالي قفل المنافذ والحدود والمعابر مع جمهوريه مصر العربيه هو اكبر هدف الان تضعه حكومه الولايه وتسعى الى تنفيذه بالتنسيق مع الاجهزه الامنيه، كذلك ولايه الخرطوم لان هي الولايه الاكبر التي سجلت حالات عدد اصابه وهي ولايه موبوءه الى حد كبير بجائحه كورونا، هناك تسلل من خلال المعابر ومن خلال المنافذ الى ولايه نهر النيل وهذا يشكل ايضا مهدد كبير، لكن تسعى السلطات الامنيه في احكام هذه المنافذ لاغلاقها بالكامل. تصريحات المرور والعبور من ولايه الخرطوم الى ولايه نهر النيل الا الحالات الطارئه ذات الاعتبار الخاص التي تقر وترى لجنه امن الولايه انه يمكن حقيقه وصول الذين يرغبون الوصول الى ولايه نهر النيل والدخول اليها وفق اعتبارات امنيه وفق اعتبارات صحيه خاصه. عدا ذلك نحن نقول ان ولايه نهر النيل الى حد ما مستقره صحيا وتتنامى فيها الجهود وكذلك التدابير الاحترازيه من قبل وزاره الصحه، ونامل ان تستمر الامور على هذا المنوال حتى ينحسر هذا الوباء من ولايه نهر النيل ومعظم ولايات السودان. نعم. بشكرك عصام الحكيم مراسل قناه الشروق بولايه نهر النيل، وضعتنا في الصوره تماما، وكان حديث عن كثير من القرارات والظروف المحيطه للمواطنين بالمواطنين وبكل المصابين ايضا بحالات الاشتباه في ولايه نهر النيل. بشكرك جدا. جهود كبيره كما ذكر بتقوم بها الجهات المسؤوله، بقوم بها حتى ابناء المنطقه وحتى الجهات نقدر نقول بيعملوا في المجال الاعلامي بمحاوله التوعيه اكثر والتثقيف اكثر بما هو مرض الكورونا وكيفيه الحمايه والوقايه منه.
بتمنى انه ان شاء الله على امتداد الحلقات نحن يكون عندنا وقفات كثير مع كثير من الولايات والمحليات المختلفه عشان نتعرف على الوضع فيها وننقل من خلال هذا البرنامج الفكره والوجود لهالمنطقه عبر الشاشه، لانه احيانا لسه بنحس انه محتاجين نوعي اكثر. لسه في ناس بتقول لك كورونا شنو، ما في كورونا في البلد دي، بتتقال بالطريقه دي، بشوفها انه دي اشاعات، بشوف انه ده كلام اساسا ما منطقي وما صح، والارقام دي ما ارقام صحيحه. فانا ما يعني ما عارفه هم المفروض يتصابوا هم او شخص قريب منهم او شخص من الاسره حتى هم يقتنعوا بالمرض ده وبفكره وجوده، ولا شنو المفروض هو يحصل؟ يعني ارقام كبيره ما بتطلع من فراغ. يعني بالامس كان تقرير 74 حاله، من قبل 100 حاله، من قبل كم 80 حاله. الحالات في زياده، يعني الحالات يمكن من 100 نزلنا ل 74، وانا بقول دائما انه الحالات القاعده في البيوت ما بلغت وما وصلت اكثر. يعني ده من خلال وجودي يعني في المشهد العام عموما، متابعتي مع كثير من الناس، فبقولوا انه في ناس يعني في بعض الاحياء ما بتبلغ، خايفين انه يزعلوا منها. يعني عارفين انه فلان ده راقد عنده كل الاعراض بتاعت الكورونا، لكن ما عايزين يبلغوا على 2 2 1، خايفين انه افراد الاسره يزعلوا منه او الشخص نفسه يزعل. هو اصلا ما مفروض يقعد ينتظر، ما الا نفسه يكتم حتى يقوم بعد كده يفتش لناس الوبائيات ويتصل عليهم عشان يمشي يشوف المستشفى المناسب له. عشان ما ندخل في القصه دي كلها، نحن ممكن نحاول نحمي نفسنا. المعقم قاعد عندك معاك، الكمامه برضه معاك، الجوانتي، حتى انت موجود في البيت بتحتاج انك تعقم مقابض الابواب او تتنظف نظافه دوريه ودائمه. البنات اللي بيجوا بيساعدوا كمان في البيت بغسيل العدة وبالنظافة، أحيانا ممكن بدون قصد ينقلوا لك المرض، زي ما في حالة ظهرت في أركويت أو في الطائف تقريبا. ممكن البنت اللي بتيجي تساعدك في البيت دي في عدة رمضان وفي النظافة تنقل لك الفيروس معاك وتطلع تمشي، هي تكون مناعتها قوية لأنها بتتحرك وبتنظف بتبذل مجهود، ممكن مناعتها قوية ما يظهر فيها المرض. ولكن أنت ست البيت القاعدة في البيت ومرتاحة، ممكن تنقل لك المرض في المطبخ، في يد الحمام، في أي مكان. عشان كده نعمل حسابنا ونخط دائما المرض في بالنا ونحاول نعقم وننظف قدر ما نقدر. وخليك في البيت، حنطلع فاصل قصير، حرجع نتواصل معكم إن شاء الله. جديد مشاهدينا في كل مكان، بنتواصل معاكم خليك في البيت. وطلع تقرير وزارة الصحة الاتحادية اليوم الموافق اللي هو 7 مايو ليوم الخميس. التقرير بيقول انه سجلوا 78 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا، بالإضافة لتسجيل 3 حالات من الوفيات. الحالات الجديدة 55 منهم في ولاية الخرطوم، القضارف 5 حالات، سنار 6 حالات، الجزيرة 6 حالات أيضا، الشمالية حالتين، شمال دارفور حالة واحدة، وغرب دارفور حالتين، وشمال كردفان حالة واحدة. أما الثلاثة وفيات اللي سجلت هي كانت في ولاية الخرطوم من ضمن الحالات المسجلة سابقا، وهي من ضمن الحالات المنومة في مراكز العزل. بكده بيرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس من بداية الجائحة في السودان ل 930 حالة إصابة بالكورونا، متضمنة 52 حالة وفاة، والشفاء المتعافين 92 حالة من المتعافين. الرقم كبير، يعني ما نفرح انه وصل السبعينات لانه في غيرهم. انا ما ادري اقول انه هي نظرتي تشاومية، بنتمنى انه ان شاء الله نصل مرحلة في الايام القادمة وتكون زيرو حالة كورونا، لكن ده بيجي بالوعي، بيجي بانك انت تعرف كيف تحافظ على نفسك وعلى صحتك وعلى اسرتك. 930 حاله الاصابه بالكورونا لحد الان رقم كبير. انا حنتقل للزميل محمد فتح الرحمن من وزاره الصحه ولايه الخرطوم، يضعنا في الصوره اكثر. مرحبا بك يا محمد. مرحبا بك يا رشا، من جديد نحيي كل الساده المشاهدين في كل مكان عبر برنامج خليك بالبيت من قناه الشروق.
سعداء أن نكون من جديد داخل وزارة الصحة بولاية الخرطوم للحديث والتحدث أكثر حول هذه الجائحة، جائحة كورونا. يمكن إحنا الآن أصبحنا في حتة خطرة جدا وحتة ضيقة جدا. أنا يعني في بداية المشوار وبداية هذا اللقاء أترحم على روح الأستاذ ماجد لياي، الأستاذ الإعلامي الكبير ماجد لياي الذي انتقل عنا بالأمس، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وتعزينا لجموع قبيلة الإعلاميين في بلاد السودان. كورونا مرض خطير جدا ومرض يعني نحن في من كل حلقة من حلقات هذا البرنامج بنحاول نوعي المشاهد الكريم على سنه يخليك في البيت من أجل أن المرض ما ينتشر. سعيد أن أكون معي داخل الاستوديو أستاذ دالي عبد القادر، مدير إدارة الشراكات بوزارة الصحة ولاية الخرطوم. مرحب بك يا أستاذة. مرحب عليكم السلام. أولا أنا أرحب بقناة الشروق، ودائما هي سباقة زي كل قناة السودان بدون طوالي، ويستطلعوا معانا عن مرض الكورونا، وأنا بشكر جهدهم وتعبهم معانا ومع المواطنين. ده واجبنا ونحن شركاء في هذا العمل إنه نوعي المشاهد بخطورة هذا المرض. طيب أستاذ دالي، نحن كل يوم بنسجل إصابات جديدة والإصابات دي بكمية كبيرة جدا. نحن أول حاجة دارين نفهم المشاهد ونعمل تعريف كامل وشامل حول المفهوم الانتشار المجتمعي للمرض هو شنو؟ ناس كثيرين بيسألونا يقول لنا ده شنو الانتشار المجتمعي، نحن ما فاهمين الانتشار المجتمعي. نحن دارنا نوضح للمواطن كلمة انتشار مجتمعي، وعلى أساس المصطلح ده وعلى أساس التعريف ده إحنا قلنا للناس أقعدوا في البيت، ونكرر لهم أقعدوا في البيت. الانتشار المجتمعي يا جماعة إنه بتكون في جائحة زي جائحة كورونا، انتشار للفيروس في منطقة ما محددة، والناس بتصاب بالمرض ده، والناس ما عارفين أصابوا 200 وحيصابوا من شنو. هل أنا طلعت البيت نقلته من سطح ملوث، هل من السيارة، هل من خشم الباب، هل مشيت الفرن؟ ده الانتشار المجتمعي. عشان كده احنا بنقول للناس اقعدوا في بيوتكم. مفهوم الانتشار المجتمعي تقعد في البيت. تمام، يعني القعد في البيت ده في البداية طبعا كان الحظر يعني نصفي، القعد في البيت ده جاي من خلال انه المرض انتشر ما قادرين تسيطروا عليكم وزارة الصحة. تمام، ده بيقودنا لسؤال آخر حول الكمامة. يمكن احنا الآن عزيزي المشاهد لابسين كمامة. احنا دايرين اول حاجه ان نوري المشاهد الكمامه دي الهدف من شنو. زمان في بدايه الجائحه كنا بنسمع انه الكمامه دي فقط بيلبسها الزول المصاب او بيلبسها الطبيب اللي بيعالج الزول المصاب، هسه بقت الكبير للصغير هو لابس الكمامه. الكمامه دي ممكن نعرف عنها تعريف ليها، هي ذاتها يعني الحمايه ليها، يعني هل هي سيفتي الكمامه دي؟ الكمامه سيفتي، يعني احنا في بدايه الجائحه كنا بنقول للناس الكمامه نلبسها في حتات معينه او في مواضع معينه، في حالة إنه في مصاب نلبس الكمامة لغاية ما يجي يودوه غرف العزل أو تيجي الجهات المختصة الصحية تسوقه لغرف العزل، أو الزول المصاب معه المخالطين جوا المنزل زي أخوه زي أولاده زي زوجته، ده اللي يلبسوا الكمامة لأنه مخالطين له. دي الحالات اللي كنا بنلبس فيها الكمامة. في حالة أنا مشيت في حتة زحمة ألبس الكمامة، لكن في حالة انتشار مجتمعي أنا مفروض طوالي يا جماعة ألبس الكمامة. الكمامة فيها نسبة حماية كبيرة، بالذات لو الناس المصابين لبسوها لينا، وانت كنت اسي مثلا يا محمد انت مصاب وانا ما مصابه، انت لو لابس الكمامه وانا ما لابس الكمامه انت بتحميني. شفت؟ لا ضروري اني انا البس الكمامه في الوقت الراهن ما دام بقى منتشر مجتمع الناس كلها تلبس الكمامه. في حاجه، في ناس يقول لك مثلا انا ما عندي كمامه، اضطريت انت مركت من البيت بعد ما عملوا الحظر، في ناس بتجيهم ظروف، انا ما بقدر مثلا طوالي اكون ما عنده ظروف، تجيني ظروف فجاه او طلحت واضطريت. النسوان ممكن بالتوب ممكن بالطرح تحميك، الفيروس كبير، نكرر انه في كل الحلقات انه الفيروس حجمه كبير، ممكن التوب يحميك، ممكن منديل الورق يحميك، زي اخواننا وابواتنا واخواننا ممكن تلبسوا شال ممكن يحميك، العمه ممكن بمنديل ورق، ممكن المنديل العادي بتاع القماش ده يحميك. ضروري انه الناس الفتره دي تلبس الكمامات، عشان في بقت نسبه بتاعت انتشار مجتمعي ومتفرقه في المحليات وفي الولايات، الزول ما بيعرف نفسه 200 حيجوا المرض ده. عشان كده انا ناشد الناس انه تقعد في البيوت، لو اضطريت البس كمامتك او يا يعني نسوان بالبلدي كده يتبلمي بالتوب، او الرجال انتوا بالشال زي ما قررنا بالمنديل، يعني ان شاء الله كمان مهمه يعني. نعم، يمكن استاذ هذه دي رسائل مجانيه للاحباب المشاهدين الكرام، انه الالتزام بالحمايه هي ما شرط تتوفر الحمايه الطبيه، ممكن في البيت زي ما قالت الاستاذه دالي انه بالكمامه بتاعت التوب بكمامه الشال انك تتحمي نفسك وتكون في امان. استاذه دالي، بقولنا لسؤال قبل الاخير، انه دوركم في اداره الشراكات بوزاره الصحه ولايه الخرطوم او بإدارة عمل تعزيز الصحه، انت دوركم كان شنو من خلال بدايه الجائحه، جائحه كورونا اللي انتشرت في السودان؟ اكيد كان عندكم دوركم كان شنو ويتفعل في شنو؟
نحن أول حاجة نتكلم عن إدارتي الأم اللي تولدت منها إدارة الشراكات، الإدارة العامة لتعزيز الصحة، كان من أول الإدارات البادرت في الجائحة. نحن بالتنوير عبر المحليات وبالمحاضرات، وغطينا المحليات بالمحاضرات، وحتى مشينا للناس في المنازل، عملنا استطلاعات بالفيديو تسجيل بالفيديو، وساكن كده باستبيانات، نمشي بيت بيت، هل سمحت عن الكمامة؟ اخترنا عينات عشوائية من المحليات، كل المحليات غطيناها بعينات عشوائية في المنازل، في إنه هل أنت سمحت عن الكورونا؟ أنا مشيت في حتة نائية في محلية جبل أولية، سألت طفل بتعرف شنو عن الكورونا؟ بينقول شنو؟ يعني فاجأني طفل صغير يمكن في الروضة، قال لي بينقوله فيروس، معناها الناس دي كلها وصلت المعلومة بتاعت الكورونا، وما في زول ما عارف إنه الكورونا دي بينقول شنو، بتجي كيف، وبتصاب كيف، وتحمي نفسك كيف. نناشد المواطنين، في بعض المواطنين من أهلنا بيقول لك ما في كورونا يا جماعة، كيف ما في كورونا؟ في كورونا يا جماعة، وأقعدوا في بيوتكم. أنا أناشد المواطنين يقعدوا في بيوتهم. بالنسبة لإدارة الشراكات، سؤال محمد لي، نحن في الشراكات عبر الوزارة، عبر إدارة تعزيز الصحة، كان عندنا شراكات مع جهات ذات الصلة. في بعض الشراكات نحن بادرنا مشينا لها، وفي بعض الشراكات ناس جونا من نفسهم، يعني أنا بشكرهم عبر قناة الشروق. في ناس منظمات طوعية ومنظمات حكومية، وفي بعض الشركات الخاصة وشركات عامة ما قصروا معانا. في ناس عملوا لنا مطبقات، في ناس صوروا لنا استيكرات، في ناس عملوا لنا محاضرات، في ناس بسوا لنا فيديوهات. في جهات أخرى بذكر منها بعض الشراكات دعمتنا بكحول، دعمتنا بمطهرات، دعمتنا بصابون، أيوة، توزعت لغرف العزل بمناديل ورقية، بكمامات توزعت عبر لناس غرف العزل في المستشفيات، توزعت لأخواننا الشغالين معنا داخل الوزارة ذاتهم المحتاجين، لأنهم في ناس يعني في ناس جوا الوزارة ذاتهم محتاجين إنهم يقابلوا بعض الأشخاص، لابد إنهم يلبسوا كمامات ويكون عندهم مطهرات وكذا. أنا بشكر جميع القطاعات الخاصة والعامة ساهمت معنا في وزارة الصحة لدرء جائحة كورونا. نعم. سادال عبد القادر، سؤال قبل الأخير، بالنسبة للإصابة، الشخص اللي يصاب بمرض كورونا، هو طبعا زي ما بنعرف إنه اللي يصاب بالمرض ده الآن هو بيكون في مراكز العزل، سواء كان في الخرطوم أو مركز العزل في جبرة. هل إذا أنا أصبت بمرض كورونا يطلب مني إنه لازم أكون في مركز العزل؟ ممكن أعزل نفسي في البيت من خلال تتوفر لي كل سبل الحماية اللي بتتوفر في مراكز العزل، والله أنا هكون لازم أنا أبلغ عن نفسي وأمشي مراكز العزل؟ لأن قال له سألتك السؤال ده، عندنا زملائنا اثنين نتمنى لهم عاجل الشفاء، إعلاميين أصيبوا بهذا المرض وهم عازلين نفسهم في البيت. أنا بعزل نفسي في البيت، لكن التبليغ ضروري عشان الداتا، عشان البيانات تتعرف، لأنه نحن هنا في السودان الناس طبعا بتحصر على الإصابات كم، عدد الوفيات كم. أنا أبلغ لو ناس العزل أو ناس الحجر الصحي جوني أو عملوا لي العينة وشاولوا لي العينة وطلعت بوزيتيف، هم بعد ذاك لا من يوفروا لك محل، بيقول لك أقعد في البيت أحجر نفسك لغاية نحن ما نوفر لك محل. لكن لازم أنا أبلغ عشان أنا يكون تم يعني اتحصرت في الناس المصابين، عشان تكون الداتا حقيقية وما نغش المواطن، ما نغش المجتمع. لابد إنك تبلغ يا محمد. لابد من التبلغ. لكن سؤالك ده غني لسؤال إنه يا أستاذ دالي، أنتم كم عندكم يعني علاقة وطيدة بالموضوع، موضوع بالنسبة لناس الإحصائيات، إنه بالنسبة لرغم التبليغ الناس بيتصلوا على رغم التبليغ. أنا بعرف كبار الناس اللي أنا بعرفهم، سواء كان صحفيين سواء كان زملاء أنا بعرفهم أو بسمع بهم، بيتصلوا على الرغم ما في زول بيرد، أو بيردوا لك بعد 3-4 يوم لحد ما المرض إذا كان في بدايته أصبح منتشر. فعشان كده أنا قلت لك السؤال إنه هم ما بيردوا، على ذلك الزول بيعزل نفسه في البيت ويكون بعيد عن البيت. دي بتكون بالنسبة له حماية، والله لازم يمشي المركز العزل، بتكون له حماية أكيد. هم ذاته لو ما ردوا عندهم ظروفهم أو أسبابهم الخاصة ما ردوا بها، او مثلا كان الخط مشغول، او كان في كميه من الاتصالات خاشه مع بعض، انا يعني بديهم العذر، او الناس عاداتهم مضغوطه نفسيا والشغل واللود بقى عليها عالي والمرض استمر فتره طويله، يعني عشان كده الناس بتكون مضغوطه. لكن العزل المنزلي طبعا، العزل المنزلي عنده فوائده، انا ممكن اعزل نفسي في البيت لغايه ما الناس ذي يجوني، لغايه ما يجوني ممكن اعزل نفسي في البيت عادي. يعني العزل المنزلي اكيد يعني فيه فوائد كثيره، انت على الاقل ما حصيب ناس البيت.
شفتها، لكن لازم الناس تكون عندها ثقافة كيف أنا أعزل نفسي وأعرف حاجات عن العزل. ممكن في الحلقات الجاية أنا أحضر لكم مادة زي دي. نعم إن شاء الله. إن شاء الله في الحلقات الجاية أنا أحضر مادة عشان نتكلم عن العزل المنزلي، كيف تقدر تحمي نفسك داخل البيت، وما إن شاء الله يا رب ما نحتاج لأي عزل منزلي أو عزل داخل مراكز العزل وما يكون أصلاً في إصابات جيت تسجل إصابات. شكرا لك أستاذ علي عبد القادر مدير إدارة الشركات بالإدارة العامة للتعدية الصحة بولاية الخرطوم. شكرا. شكرا يا أستاذ محمد، وأشكر قناة الشروق جاتنا في وزارة الصحة، وكثر خيركم ومتعكم الله بالصحة والعافية. ومتعك الله إن شاء الله وكل السادة المشاهدين. شكرا جزيلا لك. شكرا عزيزي المشاهد، أنا أقول إن شاء الله إنه هذا المرض إن شاء الله في القريب العاجل ينجلي هذا الوباء وتعود الحياة لطبيعتها، وحتما كورونا إن شاء الله حتكون درسا مؤلما للصبر من عند الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا، حلقة قادمة إن شاء الله الأسبوع القادم أعود من جديد إلى الزملاء في الاستوديو. إليك رشا. شكرا محمد فتح الرحمن، بشكر ضيفتك الكريمة أيضا أستاذة داليا عبد القادر، وضعتنا في الصورة بشكل أفضل، وهي تتكلم عن كتعريف لانتشار مجتمعي أو تعريف للانتشار المجتمعي. انتشار مجتمعي يعني أنت ما بتعرف ممكن إصابة تجيك من وين ومن منو في أي مكان وفي أي لحظة وفي أي زمان. طلعت من البيت مسكت الأسطح بدون متعقم بدون متغسل إيديك فترة طويلة، ممكن الفيروس ينتقل لك. ذكرت أيضا أهمية العزل المنزلي، أول ما تشتبه في حالتك أو أنه أنت ممكن تكون مصاب تعزل نفسك. ما عرفت أنه كيف تعزل نفسك، تتصل على 221 أو 9090 يردوا عليك وتوريهم بالضبط أنت وين والحاصل عليك شنو. إذا قدروا يجوك طوال في نفس اليوم ممكن كان بها، إذا ما قدروا يجوا أنت يدوك النصايح كيف تقدر تعزل بيها نفسك، تكون قاعد في غرفة برا، كيف تقدر تعقم يعني الملاية السرير البطانية الأبواب، كيف أنت ما الفيروس ده ما يطلع من نطاق الغرفة اللي أنت قاعد فيها لبرا لأفراد الأسرة. 221 اللي هو ده رقم التبليغ، ومهم جدا أنك تبلغ، لأنه زي اليوم الليلة ظهرت لنا 78 حالة اليوم الخميس الموافق 7 مايو، ظهرت لنا 78 حالة إصابة بالكورونا. الما بيصل وما بيبلغ والوبائيات ما بيصلوه في البيت معناه هو سقط من الإعدادات الظاهرة عندنا. لكن أي شخص يكون حريص إنه يبلغ ويصل، الناس بتكون عارفة يعني ده الرقم الحقيقي فعلا ولا ده الرقم أقل من الحقيقي، هو طبعا ما أكتر لكن غالبا حيكون أقل. يعني ممكن تكون في حالات أخرى للناس قالين نفسهم إنه دي نزلة عادية أو دي التهاب أو الجو سخن، يقول لك طلعت من المروحة مشيت للسخانة أو العكس، فبتوقع إنه دي النزلة وهي دي بتكون الكورونا. ممكن تكون أنت ما في أي أعراض ظاهرة عليك ولكن تكون أنت مصاب وحامل للفيروس. في أشخاص ربنا يرحمهم توفوا وهم حاملين للفيروس وما ظهرت عليهم أعراض، أو كانوا أصحاب أمراض مزمنة وظهرت عليهم أعراض وهم فسروها باعتبار أنها ده عرض من أعراض الأمراض المزمنة، ناس الضغط والسكري والكلى والأنيميا وغيرها من الأمراض دي. فالمريض وأهل المريض بيستبعدوا تماماً الكورونا، بيستبعدوها خالص، بيفكروا في الأمراض الأخرى والمشاكل الأخرى، أو يقول لك أنا ما نمت كويس أو أنا مصدع عندي حاجة، وهو دي بتكون من أعراض الكورونا. الناس تركز مع نفسها أكثر من كده وتركز على صحتها أكثر من كده وكمان على أفراد الأسرة. حطلع عن كنترول نشوف مع بعض ونشاهد المادة التالية ونرجع نعلق عليها. ابن الممتحن، ابنة الممتحنة، الحجر المنزلي فرصة للاستذكار والتركيز الانفرادي ومزيد من الثقة بالذات. اغسل يدك وخليك في البيت، خليك في البيت، في البيت. مع تحيات الإعلام التربوي، وزارة التربية والتعليم الاتحادية. مرحبا من جديد. مادة مهمة جدا لشريحة مهمة جدا، أطفالنا من السنة تامنة وحتى كمان أبنائنا الجميلين في ثالثة ثانوي وكانوا بيجهزوا للامتحانات. بالنسبة لهم ناس السنة تامنة ماشيين للثانوي وناس الثانوي ماشيين للجامعة، وامتحانات مهمة جدا عندنا هنا في السودان بنضع لها أهمية وتركيز عالي جدا. يعني الطالب من هو مثلا في سنة ستة بنبدأ نهيئه ونقول له أنت السنة بعد الجاي ممتحن، أنت ماشي سابعة لازم تركز لأنك ممتحن في سنة تامنة، بيكون في استعداد من قبل سنة وسنتين. كمان الطالب وهو في ثالثة ثانوي بيكون الاستعداد له من هو في ثانية،
ان خلي انت ممتحن السنه الجايه، لازم تركز في قراءتك لانك ممتحن السنه الجايه. فالامتحانات عندها يعني اهميه كبرى جدا عندنا في السودان، وجات الظروف دي ومنعت كل ابنائنا واخواننا ديل انهم يمتحنوا الامتحانات اللي بتنقلهم من مرحله لمرحله اخرى. في العدد منهم كبير كان جاهز يعني من كل حاجه، يعني كانوا جاهزين حافظين وقاريين ودخلوا كورساتهم وهيئوا نفسهم، ولكن جات الظروف غير وهم ما امتحنوا. اخذتوا بالهم برضو في انه ان شاء الله بتنتهي الكورونا دي وان شاء الله حترجع الحياه لطبيعتها، وان شاء الله هم حيمتحنوا كمان حينجحوا. الاعلام التربوي وزاره التربيه والتعليم دوره مهم جدا، بنشكره على النصيحه المهمه في انه انتم الممتحنين لازم تغسلوا ايديكم، تهتموا اكثر. مره نفتح الكتاب ما فيها مشكله، اذا حسيت انه عندك وقت طويل فاضي، اذا كان يعني بيشاهدنا الان، انا بقول النصيحه دي لهم، يعني حتى الامهات ما شرط تقول لهم امشي اقرا، نحن في ظروف هسه ممكن يكونوا ما جاهزين هم نفسيا للقرايه، ولكن انت الطالب ده لانه في سنه ثامنه ده شخص او الطفل بيكون واعي وكبير، حتى في ثالثه ثانوي ده شخص ماشي للجامعه كبير، عندك وقت فراغ كبير فاضي فيه يعني نص ساعه ربع ساعه كده، تفتح الكتاب حاول تذكر الصور القران اللي انت كنت حافظها، حتلاقي نفسك نسيت شويه، راجع شويه القصايد اللي عليها شرح والعليها كمان حفظ، عين للرياضيات شويه، ادي كمان المواد الثانيه نظره، اعمل ريفرش يعني كل اسبوع لو مره كده بسيطه انت بتقدر تعمل ريفرش لذهنك وللمعلومات الاساس ان هي كانت قاعده عندك موجوده. ان شاء الله بتمنى عاجل الشفاء لكل المصابين، ل 930 حاله مصابه بالكورونا، وان شاء الله ربنا يرحم كل اللي توفوا، 52 حاله اصابه بالكورونا، والمتعافين كمان 92 حاله من المتعافين. ما تبخلوا علينا يا جماعه بالمعلومات، ما تبخلوا علينا باي معلومه ممكن تقدموها لنا، عندنا ارقام في الشاشه ممكن تتصلوا علينا. دي ختام لحلقتنا في هذا الاسبوع الثاني من بدايه الشهر المبارك، ان شاء الله حلتقي بكم الاحد القادم. بتمنى انه جمعه وسبت الارقام لاصابه الكورونا ما تكون كبيره، بتمنى ذلك، وده بيوعيكم انتم مشاهدينا اللي بتابعونا في كل مكان، وخليك في البيت لحد ما الاقيكم في امان الله وحفظه.